وعن تطورات الوضعية الوبائية في البلاد عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام المتابعة. نخص المؤشرات العامة التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة هي كما يلي: 175 حالة جديدة، 101 حالة استشفاء جديدة، 110 حالة تماثلت للشفاء، 25 مريض في العناية المركزة و4 وفيات. مع تسجيل 175 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أيضا أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 20 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات و6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. ما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة عندنا 4 وفيات جديدة رحمهم الله. ما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 101 مريض. ما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم لحد اليوم 35,654 منهم 110 تماثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 25 مريض في العناية المركزة. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, COVID-19, l'Algérie a enregistré un total de 35 654 guérisons, 1707 décès et 50 754 contaminations. Le porte-parole du comité scientifique chargé de suivi de la pandémie de coronavirus, COVID-19, en Algérie, professeur Jamel Fourar, a rapporté 110 nouvelles guérisons, soit un total de 35 654 patients guéris. Le bilan de ce vendredi, 25 septembre, a enregistré une nouvelle baisse des contaminations quotidiennes par le virus, avec 175 nouveaux cas, face à 179 recensés hier. Ainsi, le total des contaminations en Algérie s'élève désormais à 50 754 cas. Concernant les décès, le professeur Fourar a indiqué un total de 1707 décès, dont 4 morts recensés depuis hier. Le bilan a également souligné que 25 patients sont en soins intensifs.